والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه التوسط. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من هذا ديننا. الحياة مليئة بالابتلاءات، فأحياناً ما يكون الابتلاء نعمة وأحياناً ما يكون نقمة، فالخير والشر ابتلاء، وكل ما يحدث لنا من أحداث هو ابتلاء. يقول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ويقول أيضاً: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فكيف أستقبل الابتلاء وكيف أصبر عليه؟ وما فضل الصبر على الابتلاء؟ كل هذه الأسئلة سيجاوب عنها فضيلة الدكتور إسلام الأزاز من علماء الأزهر الشريف، ولكن دعونا أولا نرحب به. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور، نورتنا النهاردة في برنامجي. سعيد جدا. وعايزة أقول لك أنا سعيدة طبعا أنا أطلع معك أول حلقة بعد يعني توقف دام يمكن لأكثر من سنة في برنامج هذا ديننا، وأول حلقة نلتقي سويا. شرف لينا والله. كل سنه وحضرتك طيب، لان احنا لسه يعني خارجين من العيد ورمضان، وان شاء الله ربنا يعود علينا الايام بخير. اللهم امين يا رب العالمين. النهارده موضوع حلقتنا زي ما انا اتكلمت الابتلاء، فحين ما يكون خيرا واحيانا ما يكون شر. تمام. طيب، اول ما يتبادر الى ذهننا عند كلمه الابتلاء معاني كثيره مرتبطه ايضا بهذا المعنى او بنفس اللفظ، مثل الاختبار والامتحان والبلاء والابتلاء، فكيف افرق ما بين هذه المعاني، وما هو البلاء وما هو الابتلاء؟ الحمد لله رب العالمين، احمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياه مبشرا، وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت على الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. بداية أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذه الأوقات في ميزان الحسنات وفي رفع الدرجات وفي تكفير السيئات، وأسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المجلس على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ومستقر رحمته. وأسأله جل وعلا من خلال هذه الشاشة الكريمة أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، ومن كل فتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين يا رب العالمين. حضرتك يا دكتورة هنا، الموضوع اللي طرحتيه في غاية الأهمية، لأن الابتلاء الذي يعني حضرتك تكلمت فيه أو يعني جعلتيه عنوانا للموضوع الذي سيكون فيه الحوار، من السنن الكونية التي فطر الله سبحانه وتعالى بها عباده، يعني لم يستثن الله سبحانه وتعالى من الابتلاء أحدا. جعله الله سبحانه وتعالى هذا الابتلاء وهذا الاختبار على كل البشر الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى. لذلك حينما يعني نعصر أو نبحث عن المعنى الصحيح للابتلاء، نجد أن له ألفاظا زي ما حضرتك ذكرتي متقاربة. نجد له البلاء والابتلاء والاختبار والامتحان والمحنة والشدة إلى آخر هذه الأسماء، ولكن قال العلماء كل هذه الأسماء تؤدي إلى معنى واحد وهو الاختبار من الله سبحانه وتعالى. لذلك حينما يعني نقص آيات الله سبحانه وتعالى وننظر في كتاب ربنا، نجد أن الله سبحانه وتعالى قال: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يختبرون ولا يمتحنون من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لما نيجي نبص حضرتك للآية ديت، الذي خلق الموت والحياة، يعني ما بين ولادة الإنسان إلى لحظة لقائه لربه سبحانه وتعالى هو في دائرة الاختبار من الله سبحانه وتعالى. الاختبار يقع على الجميع بلا استثناء، صغير أو كبير، عظيم أو حقير، رجل أو امرأة، من لحظة ولادته
يبكي إلى لحظة أن يلقى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى صوره الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح حضرتك يا دكتورة هنا اللي هو شدة التعب، والتعب معروف أنه هو من ضمن الاختبارات والابتلاءات. يبقى إذن في آية: ولقد خلقنا الإنسان في كبد. الكبد نفس القصة ونفس المعنى، بيدي نفس المعنى أن الإنسان منذ أنه يولد هو في تعب. هتقولي طب ما الصغير ده مش مكلف، هل بيختبر؟ أيوه هو في اختبار، لكن لا يجازى عليه ولا يعاقب عليه. يعني العيل الصغير بيعيط وبيجوع وبيعطش وبيشرب وبيتعب وبيمر، الأمور دي كلها اختبارات من الله سبحانه وتعالى، ولكن اختبارات تعليمية. أيوة لا يجازى عليها من عقاب من عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الحقيقي. يعني إذن كلام حضرتك بيقول إن ليس هناك معنى ما بين البلاء والابتلاء، ولا هناك فرق ما بين المعنيين؟ لحضرتك في هذا هذه المسألة خصوصا اللي هو الفرق بين البلاء والابتلاء، العلماء فيها إلى فريقين. نعم. الفريق الأول قالوا أن الاثنين بمعنى واحد، كلاهما يؤدي إلى معنى اختبار الله سبحانه وتعالى للعباد، فالبلاء يعني الاختبار والابتلاء يعني الاختبار. أما الفريق الآخر وهو الذي أنا أميل إليه، وهو أن البلاء شيء والابتلاء شيء آخر. تعالوا كيف يكون زينك، ولكن دائما ما نذكر الاثنين بنفس المعنى في إحنا بنستقبلهم بنفس المعنى. نعم. لكن بعض العلماء اتجه إلى أن كل واحد منهم بمعنى آخر. تعالوا ننتبه إلى هذا الأمر جيدا. البلاء ونركز فيه حينما يكون الاختبار من الله سبحانه وتعالى على جميع البشر. يبقى لما يكون الاختبار واقع على جميع البشر زي كورونا اللي احنا فيه، أسأل الله سبحانه أن يرفع هذا المرض وهذا الوباء، اللهم أمين يا رب العالمين. هذا الوباء عام على جميع البشر، إذن هو بلاء من الله سبحانه وتعالى. طب ربنا بيجيب البلاء ليه؟ لما بيلاقي الناس انحرفوا عن الدين وبعدوا عن الأخلاق واتجهوا اتجاها بعيدا عن أخلاق الإسلام، يعني انحرفوا انحراف شديد، فربنا سبحانه وتعالى ينزل بهذا البلاء للأمة وللبشر جميعا حتى يعودوا إلى رشدهم ويصححوا الطريق بتاعهم ويرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. هنا لازم برضو تقول لي سبب نزول الابتلاءات بتكون إيه؟ إيه السبب أن ربنا أو الحكمة من نزول الابتلاءات على الإنسان؟ هو دي سؤال جميل جدا، بس احنا نتطرق إليه بعد ما نكمل هذا الرأي علشان المشاهدين ما يتهوش مننا. طيب للبلاء أنواع، فقد يكون خيرا وقد يكون شرا، فالسعادة أحيانا تكون بلاء، هذا صحيح؟ تمام حضرتك، أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي أو بينزلها على الإنسان. نعم. هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن يكون حضرتك الشيء الذي يعطيه الله للإنسان ابتلاء، وحينما يحرمك الله سبحانه وتعالى من هذا الشيء يكون ابتلاء. بمعنى يعني لو ربنا إدى لحضرتك المال، أنت في ابتلاء اسمه. نعم. ابتلاء المال واختبار المال. كيف يكون فقد زي؟ منك فقد منك المال، يبقى ده اختبار من الله سبحانه وتعالى. طيب أنا ربنا عطاني نعمة، فأنا عارفة أن النعم برضو بتكون ابتلاءات، يعني إحنا قلنا أن السعادة ابتلاء. تمام. والشر أيضا ابتلاء. طب إزاي بقى السعادة وإزاي المال والنعم تكون ابتلاء؟ أي شيء أعطانا الله إياه سواء كان على سبيل الخير أو على الشر، لكن حضرتك ذكرتيهم يعني غالبهم على الخير، يعني هو المال والإعطاء وعدم الحرمان. الإنسان إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا، لا حضرتك ما فهمتش قصدي، أنا أقصد أن أحيانا الإنسان بيعطيه الله سبحانه وتعالى رزقا واسعا. تمام. مالا كثيرا، وأحيانا يعطيه الولد كثرة الولد، وأحيانا يعطيها الصحة رزق ونعم من الله سبحانه وتعالى متعددة. طيب إزاي يعني تكون دي ابتلاءات؟ ما أنا أعمل إيه علشان الابتلاء دوة؟ أعمل إيه علشان أخرج؟ قلت إن هو فتنة. تمام. إذن في المال المفروض إن لازم أخرج منه الزكاة والصدقة وما إلى غير ذلك، صح كده؟ تمام كده. والصحة لازم برضو أتصدق بيها وأجتهد، يعني ما أنا عايز أعرف ده اللي الشرع بيسميه عندنا اللي هو شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن أمره كله خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لغير المسلم. إن أصابته سراء شكر، يعني لو ربنا اداني خير، اداني اولاد زي ما حضرتك قلتي، اداني فلوس، اداني نعمه كبيره، اداني اي نعم، اشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها. وان اصابته ضراء صبر، وفي الحالتين خير الله. طب اشكر ازاي؟ شكر النعمه احيانا يكون بقطع جزء منها واعطائه لوجه الله سبحانه وتعالى. اذن السعاده الابتلاء ليختبرني الله سبحانه وتعالى اصبر ام اكفر. حضرتك السعاده كلمه عامه، عمرها ما بتتوقف على حاجه معينه. السعاده دي كلمه عامه، ما ينفعش اقيسها على المال بس، لان على السعاده كل شيء بتختلف. أيوة. على الصحه والرزق، كل شيء في الحياه سبحانه وتعالى واسع. ممكن يكون انسان سعادته ان هو يقعد مع ناس اصحاب.
وممكن يكون انسان سعادته برضه ان هو يلتقي مثلا بمنصب او ربنا يديله مال او اولاد، فالسعاده تختلف من وجهه نظر انسان لغيره. انا اعمل ايه علشان احقق السعاده في الحاجه اللي ربنا مديها لي او في النعمه اللي ربنا اعطاها ليا سبحانه وتعالى؟ ان انا اشكر النعمه دي. الشكر النعمه دي لو ينفع اطلع منها حاجه واديها لله زي المال يبقى دي شكرها، لكن ما ينفعش اطلع منها حاجه زي الصحه يبقى دي لازم ان انا استعملها في طاعه الله سبحانه وتعالى. يعني احنا كلنا عارفين ان المال نعمه من الله سبحانه وتعالى، بس لو انا استغليته استغلال يليق برضه. هناك ايه في القران الكريم، في القران الكريم ليجزينا اشكر ام اكفر، صح كده؟ تمام كده. او ليبلغنا اشكر ام اكفر، كانت يعني عن قصه سيدنا سليمان. يعني ربنا اداله الملك بالظبط كده والنعمه علشان يختبره، هيشكر يعني يشكر النعمه، ويكفر يعني يكفر بالنعمه مش يكفر بالله سبحانه وتعالى. عندنا الكفران اللي هو عدم الشكر. ايوه اللي هو عدم الشكر. يعني جحود النعمه. ربنا اعطاك نعمه ومع ذلك انت لم تشكري الله سبحانه وتعالى. طيب انا معايا اتصال تليفوني من الدكتور محمد الفقي. اتفضل دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. دكتوره هنا. ايوه اهلا بحضرتك. يعني الموضوع والله بصراحه جميل جدا وواقع حاليا كل العالم دلوقتي بنعيش في البلاء ضد ظروف كورونا المنتشر، واحنا بنشكر حضرتك والله على الدكتور اسلام والله. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يجزيك خير يا دكتور محمد. عايز برفع الوباء والبلاء عن البلاد والعباد ان شاء الله باذن الله في اول وقت باذن الله. تحياتنا ليكم يا دكتور محمد ولكل زملائنا في كليه شرعيه بطنطا، وانتم كلكم اعلام وربنا يجازيكم كل خير يا رب. دكتور والله ونفع رب العالمين والعباد. الله يصلح حالك يا استاذنا. الله يعزك. طب حضرتك يعني ممكن تشاركنا في الحديث عن البلاء والابتلاء، او حضرتك ممكن تسال دكتور اسلام سؤال لو عند حضرتك. استاذنا. والله بصراحه بنشكر الدكتور اسلام بصراحه موضوع الحلقه جميل جدا في ظل الوباء المنتشر، موضوع كورونا المنتشر في العالم. احنا بندعي. طيب يا دكتور خليني بقى بما ان حضرتك من علماء الازهر الشريف فلازم برضو اسالك سؤال. الابتلاءات في الدنيا كثيرة، ولكن يمكن أكثر ابتلاء بيعاني منه العالم أجمع وهو زي ما حضرتك قلت مرض كورونا أو وباء كورونا. طيب حضرتك شايف أن ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى أم هو نعمة، وما سببه برضو؟ والله ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ولكن احنا ندعي ربنا ان يعجل برفع الوباء. وبالنسبة للابتلاء دي سنة كونية، وكما قال صلى الله عليه وسلم اشتمت بلاء من الأنبياء ثم الأمثل يبتلى على قدر دينه. فيعني هو ما نزل بلاء إلا بذنب، هذه بذنوب العباد وذنوب البشر، وندعي ربنا ان يعجل برفع الوباء عن الأمة وعن العباد، ونحمد بلدنا وجميع بلاد المسلمين والعالم اجمع. ده من ضمن البلاء اللي احنا قلنا بينزل لجميع البشر يعني. وانا بنشكر حضرتك الدكتور، انا بنشكر معالي الدكتور اسلام، بنستفيد والله جدا من جزاكم الله خيرا. الشكر لحضرتك يا دكتور، وسعدتنا باتصال حضرتك. دكتور محمد الفقي من علماء الازهر الشريف، نورتني باتصال حضرتك في البرنامج يا فندم، اشكرك. برضو انا عايزه اعرف يعني، طب احنا قلنا كورونا كده خلاص متفقين ان هو بلاء، ليه نزل برضو بالمعنى العامي بتاعنا؟ ليه ناس كده انحرفت عن الدين، انحرفت عن الأخلاقيات؟ هل هذا هو السبب لنزولها؟ وكيف يرفع؟ حضرتك مش كل الأسباب يعلمها الله للبشر. هناك حكم في نزول بعض البلاءات التي يعني يختبر الله سبحانه وتعالى بها. يعني احنا برضو لو قلنا كورونا ابتلاء، في جانب لبعض الناس تراه نعمة على فكرة، عمل حاجات كتيره بالنسبه لنا. اي بلاء نعمه، دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو على ايام سيدنا عمر بن الخطاب نزل ايضا هذا البلاء شبيه، ومع ان سيدنا عمر يعني الفارق او الفاروق يفارق ما بين الحق والباطل، فكان يعني زمنه كله عدل وحكمه. فهل ما هو انا برضو نوضح للناس مش كل الابتلاءات هو تكون نقمه. اي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى هو اختبار. إن نزل البلاء على مسلم طائع لله يكون له بمثابة اختبار وتمحيص وزيادة ورفع في الدرجات. نعم. وإن نزل على غير مسلم يكون عقابا من الله سبحانه وتعالى.
بس اذا نزل بقى على الكل يبقى في حاجه غلط مع الناس كلها. طب من وجهه نظرك يا دكتور ايه الحاجات الغلط اللي حضرتك يا دكتوره هنا لا يخفى على احد ان احنا وصلنا يعني بشبه انحراف عن الاخلاق. انا عايزه اتكلم على كده. لا في حاجات كتيره مش موجوده في مجتمعاتنا الاسلاميه ولا العربيه. في ظلم كتير، في فتن، وفي كتير، في حاجات، في بلاوي، في بعد عن الدين، بعد عن الاخلاقيات. شوارع المسلمين لا ترضي لا ربا ولا نبيا ولا عقلا سويا الا من رحم ربي. يعني كثير من الناس قد انحرفوا عن الاخلاق وعن المنهج السوي. طيب احنا مكملين مع بعض يا دكتور، وهتجاوب لنا برضو على السؤال ده، ولكن بعد الفاصل. طالعين فاصل وراجع لكم تاني، انتظرونا. دين التبسم والحوار بلا جدال، فيه التوسط في الأمور. رجعنا لكم مشاهدينا من الفاصل ومكملين معاكم في برنامجنا هذا ديننا. قبل الفصل سألتك يا دكتور عن الابتلاء أحيانا يكون نقمة وأحيانا يكون نعمة، فكيف يكون نقمة ولماذا؟ فكنا مثل على هذه الابتلاءات وهو وباء كورونا، فسألت حضرتك يعني لماذا يعني نزل أو ابتلى الله سبحانه وتعالى العالم الآن بوباء كورونا؟ ما هي الأسباب؟ هل هو انحراف مجتمعات ولا قد يكون نعمة؟ وحضرتك الأسباب أكثر من أن تعد أو تحصى، لكن السبب اللي حضرتك ذكرتيه هو على رأس الأسباب، انحراف المجتمع تامة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى عن المنهج الصحيح اللي احنا مخلوقين علشانه. الله سبحانه وتعالى لما يقول في آخر سورة الزاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، احنا مش جايين الدنيا حضرتك إلا علشان نعبد ربنا. نعم، وما يريد منهم رزقا. جبنا طريقة العبادة منين ومنهج وخطوات العبادة منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة. نعم. احنا بقى حضرتك انحرفنا عن الطريق السوي والمستقيم. فربنا بيقرصنا ويصحصحنا علشان نرجع، وبيزيد إيماننا للمؤمنين، وبيعاقب العاصين، وبيختبرنا بقى كلنا علشان عايز يقول لنا فوقوا من اللي انتوا فيه واستيقظوا من غفلتكم وارجعوا تاني بقى. عايزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى، كما قال يعني صاحب المداخلة الدكتور محمد الفقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فأسأل الله أن يتوب علينا جميعا إنه ولي ذلك. أكيد لما نشوف في المجتمع أن احنا بنقلد الغرب تقليد أعمى، لما الأب يفرق ما بين أولاده ويظلمهم، لما الزوج يظلم زوجته أو العكس، أو الزوجة تظلم زوجها، لما الإخوات يظلموا بعض ويأكلوا حق إخواتهم البنات في الميراث، كم الألفاظ اللي بنسمعها في الشارع، كم الانحرافات والتحرشات اللي بتتعرض ليها المجتمعات والبنات في يعني كم الانحرافات اللي موجودة في شارعنا، ده أكيد سبب لأسباب كل وقوع الصور البلاء. دي موجودة في معظم شوارع المسلمين وأكثر، والله وأكثر من ذلك. طب إحنا معنا اتصال، طيب لسه نكمل طيب حديثنا ونتكلم عن كيف استقبل السلف الصالح أنواع الابتلاء. حضرتك سطر التاريخ قصصا يعني بماء الذهب استقبل فيها سلفنا الصالح ابتلاءات الله عز وجل. على رأس هذه القصص أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام مر على قبر فوجد امرأة عند قبر تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا امرأة اتق الله واصبري، يعني اصبري. فقالت هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لم تكن تعرف أنه رسول الله. نعم. يعني النبي حضرتك رايح يقول لها اتق الله واصبري، يعني هون على نفسك. قالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني أنت ما تعرفش اللي جوايا وما حصلكش زي ما حصل لي، فأحسن لحضرتك اتفضل. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها الناس أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل ذهبت إليه وقالت يا رسول الله إني لم أكن أعرف أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عند مواجهة البلاء. أول ما البلاء يجي لحضرتك كده أنت رؤيتك إيه، وإزاي تواجه البلاء بتاع ربنا؟ هل هتسخطي على قضاء ربنا؟ هل هترضي؟ هل هتصبري؟ هل هتتهيئي وتمشي أمورك؟ كل هذه خطوات أو أقسام يستقبل بها الإنسان لمواجهة بلاء الله سبحانه وتعالى. طب أنا معايا اتصال تليفوني ناخده بعد كده نكمل حديثنا. دكتور عبد الحميد السلام عليكم. أهلا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا اهلا وسهلا أستاذة؟ بحضرتك يا دكتور. الحمد لله سيادة رب ربنا اليوم يجازيك خير. أهلا بيكي ومعاك حضرتك يعني العالم الجليل، وهو راجل يعني من خير العلماء في مصر، الله يعزك يا سعادة السفير والله العظيم. الدكتور إسلام محمد القزاز، وهو راجل مدرس في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر في تفاهنا. شرف لينا يا أستاذنا أنا والله. بس عايز أسألك يا دكتور إسلام، وأرجو إنك تنوه للسادة المشاهدين على اللي أنا هقوله لك، اتفضل يا أستاذنا. والأستاذة برضو هي هتستمع لينا، وإن شاء الله يعني يكون الموضوع ده عام لكل المجتمعات المصرية. بإذن الله رب العالمين يا سيادة أنا الله. عايز يعني بطلب منك إن أنت تنوه وتتكلم في حاجة مهمة جدا، وهم الأثرياء في كل احكي لي يا عائلة. أستاذنا. تانية يا أستاذنا. اتفضل يا دكتور مع حضرتك. بص يا أستاذة دكتور اتفضل. إسلام، أنا عايزك تنوه وتتكلم في حاجة مهمة جدا في بلدنا مصر كلها. كل أسرة في مصر فيها واحد ثري، تمام، لو خلى باله من أسرته لن شاب يبقى فقير. فقيرا في مصر. ايوه ده اللي انا سؤال قلت كتير، يعني احيانا بيكون المال بلاء وابتلاء، فكيف احافظ لا عليه؟ ما هي دي اللي لا، انا بتكلم، هو بقى يطهر واحيانا بيكون ماله ده، سبب في نزول البلاء. نعم والبلاء اللي عنده ده انه يساعد الفقراء ويساعد اهله ويساعد قرايبه ويساعد جيرانه ويساعد فقراءه، ومن هذا المنطلق كل الناس تعيش في سلام ويحبوا بعض. أكيد. لو احنا عملنا كده، ما هو كل واحد في الدنيا، مش عندنا في الدنيا، لازم يكون عنده ابتلاء، أكيد وخصوصا المسلم الحقيقي ربنا بيبعت له بلاءات يصبر عليها ربنا يعديه منها. سعادة اللواء سيدنا الإمام الشعراوي رحمه الله يقول: نعم لو أن هناك فقير في شوارع المسلمين اعلم أن هناك غنيا لم يؤدي زكاة ماله. ده أكيد، الله عليك الله ده اللي عليك، احنا يعني عايزينه لو نقوله، أنا لقيت بسمع هذا الكلام. فقير واحد اعرف ان في غني ما طلعش، طب لقيت فقيرين يبقى اعرف ان في 2 اغنياء. طب احنا عندنا نص المجتمع ده احنا محتاج، 10% يبقى احنا تقريبا الأغنياء الناس والناس مش كلهم عارفه ان في فقراء. حاجه اسمها زكاه ومهمله لشرع ربنا سبحانه وتعالى. يا دكتور اسلام، قول للاستاذه احنا بنعمل ايه عشان الناس تعمل زينا. يعني تمام يا ربنا دكتور، يبارك في حضرتك انا سعادة طبعا اللواء. بشكر يعني حضرتك دكتور عبد الحميد سفير النوايا الحسنه بالامم المتحده، ده يعني شرف لنا اتصالك يا فندم، وشكرا جزيلا لحضرتك واسعدتنا باتصالك ومداخلتك. هو تعليق بس على اتفضل. كلمه سعاده اللواء، يعني دايما والله ما عرفته الا في كل طريق خير، يعني هو يرقص صالون ثقافي وكل يعني يمكن كل اسبوع والله العظيم يفعل الخير ويجمع اهل العلم ويعطي الفقراء والمحتاجين، فده رساله هو كان حابب يوجهها برضو من خلال المكالمة الجميلة، إن الناس تتسابق في فعل الخيرات في أي كان المجال، لا ونسأل ما الله هو أن أنا يجازينا على يمكن كل خير. سألت حضرتك برضو إن عايزة، وقلناها في أول الحلقة، إن أحيانا الأغنياء، ما أنا ده اللي كنت عايزة أتكلم عنه، يكون عندهم مال كتير ولكن ما بيخرجوش الزكاة، ما بيتصدقوش، ما هو ده إذن من هنا ضمن السعادة الانحراف، أو النعمة أصبحت ابتلاء، أصبحت هو نقمة بقى في الحالة او دي. هو اصلا احنا قلنا ان هي، ما هو ربما يكون، قلنا الخير يعني ابتلاء وربما يكون الشر ابتلاء، تمام، فهنا الخير هو اللي ابتلاء، يعني ان هو ربنا يعطيك مال كثير وما تطلعش زكاة وما تطلعش صدقة وما تأديش حق الله ولا حق العباد عليك، ما هو كده اصبح ابتلاء. إن استخدمت المال في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وعلمت أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وتذكرت قول القائل الذي قال فيه: النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت، فجميع ما في الدنيا لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن. حضرتك لو أنا استغليت المال في طاعة الله، أصبح اختبار الله في المال لي نعمة، وإن لم أستغل هذا المال في طاعة الله، أصبح اختبار وابتلاء الله سبحانه وتعالى في المال لي نقمة. قيسي على كده كل النعم، أولادي لو ما استغلتهمش في طاعة ربنا قال حاجة أصبح جميلة أولادي نقمة. جدا، وحضرتك برضو عقبت عليه، إن بتقولوا إن لو في واحد في الشارع فقير فاعلم إن في واحد غني ما لم يؤدي طلعش زكاته، يا نهار أبيض. إحنا على فكرة يعني الناس اللي فوق ناسية، الناس يعني في حاجة اسمها زكاة، ربنا شرع الزكاة في عهد سيدنا عمر، من كتر الزكاة اللي كانت بتخرج ما كانوش بيلاقوا مسلمين ياخدوها، ما كانوش بيلاقوا حد ياخد الزكاة،
حتى ان سيدنا عمر بن الخطاب طلع قرار وقال لما لقى المال فايض والفقراء كلهم استكفوا، قال يا جماعه اللي عايز يتجوز ياخد من بيتي المال، كل اللي عايز يتجوز يتجوز، لقوا فيه مال فايض، قال اللي عايز يبني بيته. سيدنا ابو بكر لما طلع لمحاربه الممتنعين عن الزكاه ايضا، كانت الحروب اسمها حروب ايه؟ الرده. لا غير حروب الرده، اللي هم امتنعوا عن اداء الزكاه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه وحاربهم سيدنا ابو بكر، ويعني ده حق مش حق مش شرعي كمان، فانا ليا الحق ان انا اديه ولا ما ادوش؟ لا ده فرض واجبار ان لازم يطلع الزكاه بتاعته. ما هنا بقى انا بتكلم الدوله ليه ما تبقاش اجباري ان انت تطلع زكاه. ساعتها النبي سيدنا عمر قال ايه؟ والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم أو حاربتهم على منعه. يعني لو منعوني حاجة كان بيطلعوها للزكاة عشان وجود النبي، منعوا بقى في وجودي بعد وفاة النبي، أنا حاربهم. ليه؟ عايز فرض الزكاة يدنه موجود، عايز الغني يدنه باصص للفقير. وعلى فكرة حضرتك من ضمن السؤال اللي سألتيه اللي هي حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الابتلاء للبشر، إن هو اللي إن الإنسان لما يجيله نقمة أو ابتلاء ساعتها يشعر بقيمة النعمة اللي كانت موجودة. وبينذرنا يعني قبل فوات الأوان، ده انذار دي من ضمن برضو. الحكم برضه، يعني حينما يبتلينا الله سبحانه وتعالى بأي نعمة من النعم يعني أنا دلوقتي عايش بصحتي كويسة، لو ابتلى الله الإنسان مثلا بأي مرض في الوقت اللي ربنا ابتلاني فيه بالمرض ده، أنا ساعتها هشعر بقيمة النعمة اللي كانت موجودة. أنا مش عايز أقول لحضرتك إن احنا اتعاملنا كتير يعني في العمل الخيري، وكل قدرة طبعا والخبرة أوسع طبعا. لا مش للدرجة دي، ولكن اتعاملنا مع رجال أعمال وسيدات أعمال كتير. فانا عايزه اقول لك كمان لما تيجي تطلب صدقه او زكاه لبعض الحالات اللي موجوده معاك، فبيبقى اللي خارج مش على قد اللي انت محتاجه، مش على قدر اللي بيخرجه، بتبقى حاجات تافهه. فده انا برضو انا بستغرب له، انت جاي تعمل عليا ان انت كده اديت زكاه، وانت لا ده مش لا زكاه ولا ينفع زكاه ولا ينفع صدقه. هو المفروض حضرتك اللي تعمل حاجتين، ان المسؤولين ينظموا طريقه خروج وتوزيع الزكاه او الصدقات او الاموال ديت، لان ممكن تلاقي واحد فقير معروف في البلد فكل الناس بتوديه. بالظبط كده. ممكن تلاقي واحد عفيف وهو اغلب من التاني ومحتاج اكتر من التاني بس العين مش عليه. بالزبط. فبالتالي بيفضل كده، فيبقى في تنظيم لامر خروج الاموال وتنظيم خروجها. الامر الثاني ان احنا نوعي الناس ونذكرهم، الناس اللي معاها فلوس دي بيكنزوا الذهب والفضه، في حاجه اسمها زكاه، في حاجه اسمها صدقه، في حاجه ربنا قال عليها خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. ان انا ما طلعتش المال الصدقه من فلوسي، المال بتاعي عمره ما هيكون طاهر، عمره ما هيكون طاهر. فانا عشان اطهره لازم في حق ربنا جواه. انا لو ما شلتش الحق ده وطلعت لصاحبه اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اللي هو في سبيل الله، انا عمر المال بتاعي ما هيكون طاهر، عمره ما هيكون في بركه، عمره ما هيكون في خير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع ستنا عائشه رضي الله عنها في يوم من الايام، يعني بعد ما ذبحت الشاه، عارفه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الايه، يعني بيحب ياكل جزء معين من الشاه، فسابته للنبي صلى الله عليه وسلم وطلعت الباقي للفقراء، وقالت ايه؟ لم يبقى الا هذا يا رسول الله الا كتفها. فالنبي قال لها ده بل كلها بقيت الا كتفها، لان اللي اتكل خلاص راح في الدنيا، اما اللي انا طلعته لله هو اللي باقي عند ربنا سبحانه وتعالى. فالانسان لازم ينظر لحاجه زي كده، اي حاجه بقى ربنا يبتليك بيها انت تتذكر الاجر اللي ربنا مديهولك. وقصه جميله حضرتني الان للنبي صلى الله عليه وسلم في غاية الجمال، امرأة جاءت تشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نشوفها بتشكي من إيه بعد ما كل واحد فينا وشايفنا وسمعنا دلوقتي صلوا على حبيبه صلى الله عليه وسلم. جاءت المرأة دي تشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله قد ابتلاني بمرض. إيه هو المرض ده؟ قالت له يغمى علي. المشكلة مش في الإغماء، لما يغمى علي تتكشف أمام الرجال، يعني بتنكشف بلبسها مثلا أمام الناس، وخاصة الرجال هي مش عاوزة حاجة زي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئتي دعوت الله لك فشفاك، وإن شئتي صبرتي ولك الإيه؟ الجنة. يعني خيارها بين إما الأجر والجزاء على اللي أنت عملتيه اللي هو الصبر، وإما إن أنا أدعي ربنا ويشفيكي. فيعني سكتت كده ثم قالت يا رسول الله بل أصبر ولي الجنة، لما لقت عظم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. ولكن فالنبي قال لها ولكن إيه؟ قالت له ادعوا الله إذا وقعت على الأرض ألا أتكشف أمام الرجال.
فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله لها ألا تتكشف أمام الرجال، فكانت إذا وقعت على الأرض لم تتكشف بفضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة استقبلت البلاء بالصبر. طيب دي حاجة. في أحوال لاستقبال البلاء يعني الناس مش كلها بتستقبله بالصبر. الله ينور عليك. فكيف الناس يعني بيتم مواجهة استقبال البلاء؟ الناس مش شكل واحد ولا معدن واحد في مواجهتهم للبلاء. احنا عندنا الناس في الشريعة الإسلامية ثلاث أقسام. القسم الأول قسم اللي هو راضٍ. يعني إيه راضٍ؟ يعني استقبل قضاء أو قدر أو ابتلاء الله سبحانه وتعالى برضاً تام من الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني اللي هو مقبول، يعني خلاص اتقبل الأمر وصبر. القسم الثالث اللي هو محروم، اللي هو لم يرضى أو لم يستقبل اللي هو ابتلاء الله سبحانه وتعالى بالمراد من الله سبحانه وتعالى، اللي هو حسن الظن بالله والتعامل مع ابتلاء الله سبحانه وتعالى. ولكن برضو يعني أحيانا بيكون الابتلاء شديد لدرجة أني مش قادرة استحمله، وزي كتير يعني لا قدر الله حد مات له حد عزيز، يعني حد من أبنائه مثلا، فلازم بيبقى في الأول كده في حزن جديد، بعد كده بيأتي الصبر. يا دكتورة هنا كل صور الابتلاءات جعلها الله في رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى حينما يقع لي أي بلاء أو أي مصيبة أو أي ابتلاء أتذكر البلاء الأعظم اللي هو موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأتذكر حياة النبي، إن أي حاجة بتحصل لي أكيد هلاقيها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأعظم منها. صلى الله عليه وسلم مات الأولاد وتعذب وأصحابه، ولكن الناس مش أنبياء دكتور برضو. ما هو يبتلى المرء على قدر، ما أكيد ربنا مش هيبتليني زي ما ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لما يموت لي حتى ما أنا عارف إن هو في يوم من الأيام هيموت، ايه الجديد اللي انا كنت مستنيه؟ يعني انا جالي تليفون ان فلان مات، انا عارف ومتاكد ان هيجي لحظه يا اما انا اموت يا اما هو يموت، ايه الجديد اللي انا ما كنتش عارفه؟ لكن هي لحظه سماع الخبر هي دي اللي بتبقى صعبه، هي دي بقى اللي بيختبر فيها المؤمن على قدر دينه، وهي بيختبر فيها الانسان على قدر دينه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يمر على عمار ابن ياسر وهو يعذب ابوه وامه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه لما بيشوفهم بيتعذبوا كده التلاتة، والكفار لما عرفوا ان هم دخلوا في الاسلام زادوا من التعذيب عليهم بدرجة شديدة جدا ورهيبة، كان دايما بيقول لهم ايه؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وبالفعل تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوه استشهد من كتر العذاب ومات، ان امه هكذا استشهدت وماتت من كتر العذاب، ان سيدنا عمار نفسه استشهد في غزوة من الغزوات ولحقوا جميعا كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون إلى الجنة بقول إن هم صبروا على قضاء الله سبحانه وتعالى. مين فينا يقدر يستحمل حاجة زي كده؟ طب هو في فرق ما بين الصبر والرضا في استقبال البلاء؟ فارق كما بين السماء والأرض. يعني إحنا بننظر للابتلاء، حينما تسمعي كلمة رضا يعني أنا صبرت، حينما تسمعي كلمة صبر يعني نفس المعنى، لكن الصبر أقل درجة من الرضا. الصبر أقل درجة من الرضا. المثال اللي حضرتك قلتيه من شوية أن أنا استقبلت التليفون لوفاة حد، خلاص أنا صبرت بس من جوايا متضايق أن ده حصل، يبقى ده صبر بس. يعني أنا هاخد ثواب وربنا هيدي لي صبر كتير جدا زي ما هنسمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنا رضيت يعني إيه بقى رضيت؟ شوف أحد السلف بيقول كلمة جميلة جدا في تعريف الرضا، وطبعا يعني أنا شايف أن قليل جدا منا أو اللي إيمانه شديد هو اللي ممكن يوصل لحالة الرضا. قال إيه؟ قال إذا كان حال المسلم في اليوم الذي وقع فيه الاختبار مثل حاله في اليوم الذي قبله، ده الرضا بقى التام من عند الله سبحانه وتعالى. يعني تسمع خبر المشكلة النهاردة أو المصيبة اللي حصلت أو الحادثة، يبقى حالك وإيمانك من جوة زي حالك امبارح، ما فيش أي فرق، أنت راضي بقى أي حاجة تحصل أنت مسلم بيها لله سبحانه وتعالى. دول الزاهدون في الدنيا، ده بقى قليل، وده بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم إن هم يكونوا من الرضا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى دكتور هنا جعل النفوس مش نفس واحدة، من النفوس من جعلها نفس ملهمة ونفس كاملة ونفس أمارة بالسوء ونفس راضية ونفس مطمئنة، يعني جعل النفوس مش واحدة، فأنا نفسي مش زي نفس حضرتك، مش زي نفس أي حد سمعنا. وفي درجات في الصبر زي ما حضرتك تفضلت، يعني وقلت. نسأل الله أن يرزقنا الصبر وأن يرزقنا الرضا، إنه ولي ذلك القدر. أنا معي اتصال تليفوني من أم شيماء من الفيوم، اتفضلي يا أم شيماء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي لحضرتك وتحياتي لضيف حضرتك الكريم والجميع العاملين بالقناة. أهلا بحضرتك، أشكرك، اتفضلي. بس ليا سؤال في موضوع الصلاة يعني لما يكون الواحد عارف إن في حد مش بيصلي وناس كتير وكلموا كتير عن موضوع الصلاة ده، وبرضه مؤثر معاه مؤثر في الصلاة، يعني
بس معاملة الناس كويسة وكلامه وأسلوبه مع الناس كويس يعني وكده، هو موضوع الصلاة بس ده. يعني حضرتك انت عارفه ازاي ان هو ما بيصليش يعني؟ ممكن يكون حد من اهله، حد يعني او معرفه، حد جيراننا او معرفه، حد جار حضرتك، ما اكيد بيختلي بنفسه، ممكن يصلي، مش شرط يصلي في المسجد او قدام الناس او مش لا ما بيصليش خالص والله، ما بيصليش يعني. نسال الله له الهدايه يعني. طيب هي عايزه يعني، انا برضو عايزه اعرف السؤال، هو حضرتك دلوقتي الانسان الذي لم يصلي لازم يعلم حرمه ترك الصلاه. ده حضرتك تأخير الصلاة عن وقتها فقط كبيرة من أعظم الكبائر، تأخير الصلاة فقط مش تركها. يعني أسوق إليكم يعني في اتصال؟ لا لا ما فيش. أسوق إليكم يعني، على اتصالها وحضرتك هتجاوب. أسوق إليكم موقفا يعني، وإن كان في هذا الحديث يعني بعض الكلام لكن معناه شديد، إن إحنا نخوف به بعضنا. إن سيدنا موسى رضي الله عنه أتى إليه رجل وقال يا نبي الله إن لي شكوى، يعني أنا جاي أشتكي حاجة. قال له من إيه؟ قال له إني قد زنيت. فسيدنا موسى اتضايق من الموقف اللي هو عمله والفعل اللي هو عمله. قال له حاجة كمان ولا الزنا فقط؟ قال له قتلت. فسيدنا موسى أخرجه، فربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى، أنت ليه أخرجت عبدي من عبادي يا موسى؟ قال له يا رب ده عمل جريمتين من اعظم الجرائم. قال له اتدري يا موسى ان هناك اعظم واقبح عندي من يعني من ترك الصلاه او قصدي من الزنا او من القتل؟ قال له ايه هم يا رب؟ قال له الذي يؤخر الصلاه عن وقتها. بص يا دكتور، طيب ما هو هي قالت حاجه يعني، هو معاملته كويسه ما بين الناس، وعلى فكره في ناس ما بتصلي كتير وفي ناس بتتردد كثيرا على المساجد، وهناك يعني عايزه اقول لك وشيوخ وعلماء، وفي الاخر هنلاقيهم بياكلوا مال النبي زي ما بنقول، وبياكلوا مال حرام وحاجات كتيره. طب ما هنا برضو انا عايزه افرق، هو كل واحد بيصلي كان تقي، وكل واحد ما مش بيصلي دخل النار. احنا هي مش قصدها تقيس ان هو معاملته حلوه يبقى بيصلي او بيصليش، هي عايزه الطريق اللي يوصله ان هو يرجع يصلي ازاي. أو هي انا مش بتكلم على سؤالها، تمام، انا بسال سؤال تاني خاص بيا، لان احنا بنشوف كتير الناس بيصلي. طيب ما انا يعني انا اخدت ايه بصلاته؟ وبعدين ما هو في حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له. ان ما كانتش الصلاه اللي انا بصليها لله سبحانه وتعالى انا صادق فيها ومخلص لله، وما ترتبش عليها النتائج والاثار اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اياها، زي ما حضرتك لسه قايله دلوقتي، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له. اذا الصلاه اللي انا بصليها تعتبر ليس لها اثر عند الله سبحانه وتعالى، وربما لم يقبلها الله سبحانه وتعالى لانه لم يخلص فيها لله ولم ينتهي عن الفحشاء والمنكر الذي نهاه عنه الله سبحانه وتعالى. اذا حضرتك احنا بنسال الله سبحانه وتعالى اولا له الهدايه، امين. ثانيا لازم يعرف ان تاخير الصلاه او مجرد تاخير الصلاه كبيره من الكبائر، ترك الصلاه والعياذ بالله فيها كلام كبير، منها ان هو يخرج عن المله لو تركها نكورا واجحادا. لازم نكون عارف ان ترك الصلاه ده امر يعني يعتبر هيحرم من رحمه الله سبحانه وتعالى، لان اول عمل بيتحاسب عليه الانسان في قبره هو الصلاه. زي ما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان صلحت صلح ما بعدها وان فسدت فسد ما بعدها. فالامر خطير ولازم يقف مع نفسه وقفه، ولازم حد هو بيسمع له يكلمه في الموضوع ده. لازم في خطوات، تحاول مره واثنين وثلاثه. ربنا لما قال في الصلاه ليه اؤمر اهلك بالصلاه واصطبر. نعم. اصطبر، مش قال واصبر بس، ده قال واصطبر يعني خليك مش من أول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة، جيب آخرك لحد ما يصلي. تمام. لما جه الدين بتاعنا يعلم الطفل الصلاة قال علموهم وهم أولاد سبع واضربوهم مع العشر. ثلاث سنين أعلم ليه؟ ده أنا لو هعلمه حاجة صعبة جدا مش هياخد معايا أسبوع اتنين تلات، ثلاث سنين أعلم الصلاة، علشان هي محتاجة صبر وتدريب. نعم. اعظم الفرائض عند الله سبحانه وتعالى. معايا اتصال من دكتوره الزهراء احمد، مدرس مساعد بجامعه الازهر. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، ربنا يبارك فيك. اتفضلي. انا مبسوطه جدا انا دخلت معاكم، اول مره اعمل معاكم مداخله، ويعني حابه اشكر دكتور اسلام جدا. ده احنا اللي مبسوطين، كلنا بنتعلم منه. شرف لينا يا دكتوره، وانرتم الزمان والمكان وكل اهل كليه الكورين على راسنا والله العظيم. ربنا يعز حضرتك يا رب، وخصوصا موضوع الحلقه يعني لامس حاجات كتير قوي معانا الفتره دي، خصوصا زي ما حضرتك نوهت في اول الحلقه ان هو المرض كورونا، يعني ربنا ممكن بيبتلينا بحاجات عشان يقربنا من نخلي الموضوع كله الكورونا. اكيد يا دكتور. بس هي دلوقتي يا دكتور في حاجه يعني مثلا يعني زي اشتباه بال يعني
زي متش يعني زي شبهات حول الابتلاء. يعني مثلا المفروض كل الناس تكون متساوية لاختبار الإيمان، يعني لو كان الابتلاء لاختبار الإيمان المفروض كل البشر تكون متساوية في البلاء اللي هيقع عليها، ولكن بنجد بعض الناس عندها ابتلاء وبعض الناس لا. يعني مثلا ممكن نلاقي حد فقير مريض ويغني صحيح، وبعض الكوارث تحل بالشعوب زي مثلا مسلمة فقيرة مثل اندونيسيا مثلا ممكن بيحصل عندهم زلازل كتير ورقيق، في حين مثلا الحمد لله مصر الحمد لله ربنا يعني عندنا ابتلاءات اخرى في مصر مش لازم زلازل وبراكين. كل الناس مش متساويه لاختبار الايمان. اه اتفضلي. فانا بس ده يعني ده انا كنت عايزه بس اسال حضرتك عليه. تمام، اشكرك دكتوره الزهراء احمد مدرس مساعد بجامعه الازهر، يعني اسعدتنا باتصال حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. انا بشكر اختنا وزميلتنا الدكتوره زهراء يعني على هذه المداخله، لكن حضرتك يا دكتوره زهراء والمشاهدين الكرام جميعا، ان الله سبحانه وتعالى كما وزع الارزاق وزع الابتلاءات. نعم. لم يفرق ولم يظلم احد. قال الله سبحانه وتعالى ولم يظلم ربك احدا. الشاهد ممكن حد يقول لا ده الظلم او عدم الظلم في الاخره، لكن ما فيش حاجه تقيد ان ربنا لم يظلم فقط في الاخره. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. النقطه بقى اللي انا عايز اوضحها لحضرتك ان هناك من الابتلاءات ما لا يعلمها الا الشخص نفسه. مش شرط كل الناس ابتلاءاتها هتكون ظاهره، ده ممكن حضرتك واحد موسع عليه ربنا في المال والعلم وكل حاجه بس ما بيصليش. بالضبط. ده اعظم ابتلاء يساوي الابتلاءات دي كلها اللي انت شايفاها. فمش شرط ان انا احكم على الشخص من الظاهر او من المجتمع، ربما الابتلاءات ديت اساسا هو جواه عامر بالايمان، فهو اصلا من جواه ربنا مديله رضا اكتر من الانسان اللي ربنا مديله حاجات تانية. يعني هي استوقفتني على قصه في خاطري ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصه في غايه الجمال، وهو بيتفقد الرعيه في يوم من الايام وجد صوتا او سمع صوتا يخرج من مكان يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من غيري او من خلقي. نعم. سمع الصوت ده حضرتك يا دكتوره هنا مره واثنين وثلاثه وعشره، كل ما يعدي على المكان ده يسمع الايه؟ يسمع الدعاء ده. ففي مره سيدنا عمر قال لا انا لازم اشوف ولازم اعرف مين اللي بيقول الكلام ده اكيد ربنا اداله حاجه ما ادهاش لحد غيره. حضرتك بقى سيدنا عمر ظل يسير خلف الصوت لحد ما دخل كوخ، يعني عافانا الله ووسع ارزاقنا جميعا، يعني من الحطب والطين والحاجات ديت. ربنا يوسع ارزاقنا جميعا ويغنينا بحلالي عن حرامي. ودخل الكوخ ده لقى مكان فاضي ولقى فيه راجل قاعد في جنب مقطوع اليدين ومشلول القدمين وضعيف النظر. سيدنا عمر يعني توقع وظن ان هو مش هو، اخذ يبحث عن مصدر الصوت مين اللي بيقول الدعاء ده، اكيد في واحد جوه. وهو بيدور عرف ان الصوت ده طالع من الراجل ده. سيدنا عمر كما جاء في بعض الروايات ان هو اغمى عليه، لما اغمى عليه وفاق قال له انا هسالك سؤال واحد، اي شيء اعطاه الله لك وحرم منه غيرك؟ عايزك تجيب لي حاجه واحده. نفس السؤال الدكتوره زهراء بتساله، الناس كتير بنشوفها ربنا ابتلاها كتير وناس ربنا اداها. هو سيدنا عمر كان نفس المنطق، قال له سمع الصوت، هات له حاجه، هات لي حاجه واحده ربنا اداها لك وحرم منها غيرك. قال له ايه بقى ده؟ قال له اكثر من واحده. قال له طب ادي لي ثلاثه. قال له الحمد لله الذي جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا وغيري لا يستطيع الصبر. قال له خلاص بس، يعني ففي حاجات ممكن ربنا مدهالي من جوه حضرتك ما تعرفهاش، ابتلاءات ظاهرة ابتلاءات باطنة، نعم ظاهرة نعم باطنة. أكيد إحنا أحيانا بنشوف الناس بنفتكرها سعداء ولكن ربنا يعلم بالجوه. والله أنا أعرف ناس ظاهرة كتير. الظاهر إيه؟ القارون لما الناس قالوا ايه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. نعم. بعدها بكذا يوم لما حصل له اللي حصل الحمد لله احنا ما كناش ليه، لما عرفوا حقيقته لما ما هو كان معاه المال بس مش سعيد ولا بيأدي حق ربنا ولا راضي، كان ابتلاء. نعم. له. تمام، انا معايا استاذ خالد من القاهره، اتفضل يا استاذ خالد. الاتصال اتقطع. طب عوض بينا، عوض الاتصال مره اخرى يا استاذ خالد ومعذره. طيب زي ما قلنا قبل كده ان في فرق ما بين الصبر والرضا، طب انا يعني ما الواجب على كل من ابتلي فعله عند نزول البلاء؟ حضرتك انا انصح بالواجب على كل ابتلاء، وكلنا معرضون، بالعكس احنا كلنا احنا في دار ابتلاء. نعم. فاحنا كلنا اهل الابتلاء،
لان احنا في الدنيا سبحانه وقال ولقد خلقت الانسان في كبد، يعني طول عمره هيبقى في مشقه، طول عمره هيبقى في تعب. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. اعمل ايه لما يجي لي حضرتك الابتلاء؟ نركز في النقاط المتتاليه. اول حاجه أنني أسلم بأن الأمر، يعني أكون عندي يقين أن كل ما حدث لي هو من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يبقى أول حاجة لازم أن يكون عندي يقين من جوايا أن أي حاجة حصلت دي من عند مين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. الخطوة الثانية لما أعرف علم اليقين أن ده من عند ربنا، أنا أسلم باللي ربنا كاتبه لي. يبقى أنا مؤمن أن كل حاجة من عند ربنا، أن أنا أسلم باللي ربنا كاتبه لي، أن أنا أخذ بأسباب دفع البلاء بقى. نعم. ودي النقطة المهمة. ممكن حد يسألنا دلوقتي يقول لي طب أعمل إيه، أو هي بعض الأسباب اللي أنا ممكن أخذها لرفع البلاء يعني. ودي من أهم الأمور اللي أنا بواجه بيها الدعاء. اختصار شديد جدا، من أجل الأسباب اللي أنا بواجه بيها البلاء بتاع ربنا سبحانه وتعالى اللي هو ابتلاني بيه، سببين. السبب الأولاني سبب مادي، ان انا اخد لو في مرض اخد علاج، لان انا لو مت وسبت نفسي للالقاء والمرض واستسلمت، انا كده تعبت نفسي وانا كده شيل ذنب على الاستسلام. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. يبقى انا اخد بالاسباب. في ظل الجائحه اللي احنا فيها، واسال الله ان يعافينا ويرفع الغمه عن الامه اللي هي كورونا، احنا لازم واجب شرعا ان احنا ناخد بالاسباب اللي هي تقينا. مين اللي يقول الاسباب؟ اهل الامر في ذلك، اللي هو الجهه المسؤوله، سواء بقى كانت من وزاره الصحه، يعني ايا كانت الجهه اللي هي تعني هذا الامر. يبقى لازم وحتما واجب شرعا عليا ان انا لازم التزم، اما عشان حتى لو ما احميش غيري احمي نفسي، وما احميش نفسي احمي غيري. طب هنا البلاء عام زي وباء كورونا، المفروض بقى او ما الواجب على كل فرد ان يفعله لكي يرفع هذا البلاء؟ حضرتك صغري الصوره دي هتلاقيها نفسها على الشخص الصغير. انا ربنا سبحانه وتعالى ابتلى شخص بمرض لوحده كده مع نفسه، يبقى من جهه ان هو هياخد باسباب رفع. طب هنا يبقى كل العالم او كل المجتمعات لازم كل فرد يراجع نفسه هو مقصر في ايه؟ امال هو ربنا اصلا جايب البلاء ليه؟ من اعظم الحكم اللي ربنا جايب بيها البلاء ان هو عشان نراجع نفسنا. ربما يكون الاغلبيه هم المقصرين، ولكن مش كل، يعني مش معظم الناس او مش كل الناس. الاغلبيه خلاص، يبقى احنا غير الاغلبيه دورهم فين؟ كل بيت لو كل واحد شاف عنده حد مقصر في يعني البيت، يعني هنا برضو لابد من المراجعه. ده لازم حضرتك في بدايه اللقاء قلنا ان البلاء ده بيبقى عام ليه؟ علشان احنا نراجع نفسنا. ربنا شافنا ان احنا بعدنا، قال لنا كفايه بعد. شفت لما حضرتك ابنك مثلا بيلعب حاجه او بيسوق في حاجه، فانت بتورسيه قرص علشان يرجع بس كده، ويرجع لربنا سبحانه وتعالى ويطمئن. السبب الثاني وده اللي نفسي كلنا ناخد بيه اللي هو الدعاء. ايوه، يعني احنا بعد ما ناخد بالاسباب ان احنا نمشي ورا الدكاتره ورا الجهات المعنيه، وناخد بالاسباب الماديه، الدعاء ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان الدعاء والقدر يتعارضان ويعتركان، ايهما يسبق الى الله عز وجل في السماوات يكون بامر الله سبحانه وتعالى. يعني الدعاء هو اللي بيعارض القدر. نعم. لا يعارض القدر الا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغنا في الحديث الجميل، قال واجهوا البلاء بالدعاء. ان احنا علينا ان احنا نواجه بلاء ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء، ونسال الله سبحانه وتعالى زي ما سيدنا عمر بن الخطاب قال: اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء. لازم اعرف فضل الصبر على الابتلاء. سريعا لان حلقه انتهت. انا عايز اقول في البدايه يا بخت الصبر. نعم. يا بخت الصابر فعلا، يعني كل واحد فينا يوم القيامة أو في قبره لما يشوف الأجر اللي ربنا أعده للصبر هيقول يا ريتني ربنا كان ابتلانا أكتر وكنت صبرت، يا ريتني. عشان كده الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ليس بين الصابر على قضاء الله، ليس بين، ودي من أجمل ما تسمع في الصبر، ليس بين الصابر على قضاء الله وبين الجنة إلا أن يموت، فإذا مات الصابر دخل الجنة. أحد السلف الصالح يقول إيه؟ إذا مر عليك يوم، ونحفظ الكلام والله العظيم يسطر بماء الذهب، إذا مر عليك يوم ولم تجد نفسك في ابتلاء من الله. شوف بقى بيقيسوا الأمور عكسنا.
احنا اليوم اللي عدي فيه عركله ليه يا رب وعملت ايه ومش عارف ايه، هم العكس لانهم عارفين وفاهمين الصح والغلط فين وفاهمين فين الحقيقه، اين الابتلاء لكي اصبر حتى اذا مر عليك يوم ولم تجد نفسك في ابتلاء من الله ففتش في نفسك، فربما هناك تقصير بينك وبين الله من أجله حرمك الله هذا الابتلاء. كان في قصص جميلة جدا عن الصحابة وإن إزاي مش بيبتلوا، ويمكن الصحابية اللي جوزها ما جرلوش إبتلاء من ساعة ما اتجوزته ما حصلوش حاجة، قصة مشهورة كانت أيام الرسول، وبعد كده لما رجليه اتكسر كانت يعني كانت رايحة تطلب الطلاق من الرسول، يعني أنا من ساعة ما اتجوزته ما حصلوش أي ابتلاء، فهو كده أكيد ربنا مش بيحبه. وبعدين لما راحت تطلب الطلاق ورجعت لقيت جوزها رجليه اتكسرت، بمجرد إن هي قالت الكلمة يعني. فأنا بشكر حضرتك، حلقتي انتهت. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من الصابرين. أشكرك دكتور إسلام الأزاز من علماء الأزهر الشريف، نورتنا النهاردة برنامج هذا ديننا، وبإذن الله كلنا يعني حلقات أخرى. وأشكركم مشاهدينا، وهذا ديننا. التبسم والحوار